بسم الله والابن والروح القدس اله الواحد امين. اهلا بكم اخواتنا في حلقه من حلقات اسره ايقونه في الكنيسه وتساؤلات حول المفهوم المسيحي للجنس وللغريزه الجنسيه. وتساؤلنا النهارده ما هي نظره الانجيل الى الاعضاء التناسليه؟ وده عنصر مهم جدا ممكن كمان نعلمه لاولادنا. أولادنا الصغيرين لو نشأوا بنظرة مسيحية حقيقية لأعضائهم التناسلية هيساعدهم كتير جدا أنهم يعيشوا حياة فيها طهارة أكتر من الانغماس في الخجل وفي البعد عن الفهم الصحيح اللي بيخلي أولادنا أحيانا ضعفاء ويتوهوا مع المؤثرات القبيحة الجنسية المحيطة بيننا. ايه النظرة السليمة؟ هنعتمد في السؤال ده عشان برضو يبقى عندنا مرجعية حلوة في الكتاب المقدس الى معلمنا بولس الرسول لما بيقول في رسالته الاولى لكورنثوس، كورنثوس الاولى 12 من اول آية 22، هقراها لكم من الكتاب المقدس. يقول كده بولس الرسول، يقول: بل بالاولى اعضاء الجسد التي تظهر اضعف هي ضرورية، واعضاء الجسد التي نحسب انها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل. وهنا بنتكلم عن الأعضاء التناسلية. الأعضاء التي لا تبدو جميلة طبعا نرعاها بوقار خاص، لا تحتاج الأعضاء الأكثر جمالا، ولكن الله رتب الجسد بعض مع بعض معطينا الأعضاء التي تليق بها الكرامة كرامة أفضل. يمكن يعني جبنا الآية دي شوية من طبعة البيروتية المختلفة شوية عن طبعة دار الكتاب المقدس، لكن بتشير بعمق للمعنى الحقيقي من نظرتنا للأعضاء التناسلية، إنها أعضاء لها كرامة أفضل، أعضاء يعني بيعتبرها مش قبيحة، ده بيعتبرها أكثر جمالا. ليه بقى الكتاب المقدس أشار لهذا؟ لأن هذه الأعضاء التي لها استخدام في التناسل هي الأعضاء اللي من خلالها الله بيعطي الإنسان كرامة إنه يشترك مع الله في الخلقة. حاجة عجيبة جدا إن نظرة الله لهذه الأعضاء إنها أكثر كرامة، بل إن وضعها لما ناخد الصفة التشريحية لجسم الإنسان وضعها في أكثر مكان أمان، محاط بأعضاء كثيرة ليحفظها بلا تشوه وليحفظها من مثلا حوادث. إذا تكلمنا بالمفهوم العصر اللي احنا عايشين فيه، بقدر زي الكنز صارت هذه الأعضاء مثل الكنز الذي يحفظ الإنسان في أكثر نقطة مخبأة في جسده، لأنها أعضاء لها كرامة أفضل عكس الفكرة البشرية المنتشرة تماماً. الأعضاء الجنسية يظن البعض أنها ليس لها كرامة وأنها أقل نقاء، لكن في الحقيقة الفكرة دي راجعة لفساد الإنسان نتيجة الخطية. لكن هذه الرسالة من رسالة بولس الرسول لكورنثوس 12 تخلينا نفهم أن الأعضاء اللي قد نظن انها قبيحة هي ممكن انه بدل كلمة قبيحة نقول عليها قد لا تبدو جميلة للبعض، لكن تبدو لنا احنا نقية وطهرة ومقدسة لاستخدامها بطريقة مقدسة في عمل مقدس يقود الانسان في حياة القداسة. الاعضاء الجنسية قال عنها القديس احد القديسين القديس كليمانوس الاسكندري تعبير جميل جدا، يقول: لا يجب ان نخزى من الأعضاء التي لم يخزى الله أن يخلقها. يعني إحنا للأسف هذه الفكرة موجودة وموجودة في حياتنا، ولكن نظرتنا ليها لازم الفكرين نحوها لازم يأخذ صورة مسيحية حقيقية. لا نخزى من الأعضاء، جميل جدا التعبير ده، لا نخزى من الأعضاء التي لم يخزى الله أن يخلقها. الله ظهر ترك فينا كل شيء طاهر نقي، كل شيء طاهر للطاهرين زي ما بيقول بولس الرسول رسالته لتيتوس الإصحاح الأول، كل شيء طاهر للطاهرين، أما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيئا طاهرا، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. عندما يتنجس الذهن
تتنجس نظرتنا إلى الأعضاء، الأعضاء الجسدية أعضاء طاهرة ونقية، نعض عليها كرامة ونعلم أولادنا هذا الفكر لكي نغرس فيهم المفهوم الصحيح للغريزة الجنسية التي هدفها أن يتسامى الإنسان في صورة الله التي خلق فيه. وللهنا المجد دائما أبديا أمين.